أود أن أؤكد أن آفاق التعاون بين بلدينا واسعة جدا لوجود عدة عناصر تدعم هذا التعاون، في مقدمتها العناصر الاجتماعية المشتركة. ففي سوريا جالية أبخازية قديمة تعيش في سوريا منذ حوالي قرنين من الزمن، وكانت دائما جزء أساسي من النسيج الاجتماعي السوري، ساهمت في بناء سوريا وفي الحرب التي نخوضها اليوم ومنذ 10 سنوات، ساهمت في الدفاع عن بلدها وقدمت الشهداء. أيضا لدينا الأرمن الموجودين في كلا البلدين، لدينا عائلات روسية مشتركة في سوريا، ليس بضعة مئات وإنما بضعة آلاف. فإذا هناك عناصر اجتماعية مشتركة تشكل جسر طبيعي لهذا التعاون. أبخازيا وقفت مع سوريا في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب، وسوريا وقفت مع أبخازيا ومع حقها وحق شعبها في تقرير مصيره وفي استقلالها والاعتراف بها كأي دولة أخرى موجودة في هذا العالم. شرحت السيد الرئيس عما يحصل في الأراضي الفلسطينية مؤخرا من عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني. أكدت له بأن إسرائيل هي بلد تقوم دائما على إرهاب الشعب الفلسطيني وعلى التعدي على حقوقه وحقوق الآخرين. مرة أخرى أؤكد أن هذه الزيارة ستكون زيارة هامة، أولا للاتفاقيات التي ستوقع، ثانيا للمواضيع التي نوقشت والتي ستناقش من خلال اللجنة المشتركة، وأيضا من خلال الإرادة المشتركة الموجودة لدى الدولتين ولدى الشعبين للانطلاق في هذه العلاقة قدما إلى الأمام. شكرا السيد الرئيس. أريد أولا أن أعبر لكم عن امتناني على هذه الحفاوة وعلى هذه الضيافة والاستقبال الدافئ الذي استقبلتمونا إياه. من أعماقي أتمنى للشعب السوري السلام والاستقرار والازدهار. أنا معجب جدا برجولة الشعب السوري وبرجولتكم شخصيا، وأنا متأكد بأن كل الأهداف التي تضعونها أمامكم تحققونها، وأنا ممتن لكم لأن سوريا اعترفت باستقلالية أبخازيا. هذا يفتح لنا مجالات كبيرة للتعاون، وزيارة اليوم سوف تكون دفعا إلى الأمام لتحقيق نتائج واقعية على أرض الواقع بما يخص ليس فقط الاقتصاد، ولكن أيضا الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي وحتى الجانب الدراسي ما يخص التعليم كما تناقشنا معكم. لقاؤنا معكم سيكون نبضا لكل العلاقات المستقبلية بين بلدينا. شكرا لكم.